تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار النادي الاهلي. الكابتن سمير عدلي بيسبق بعثه الاهلي الى اثيوبيا قبل 24 ساعه من المباراه، مباراه العوده ان شاء الله تكون في احد يومي 21 و22. عارفين طبعا ان الكابتن سمير عدلي دايما مكوك، انا دايما بسميه مكوك بصراحه، ما شاء الله عليه بيقوم بكل حاجه قبل وصول الفريق لاي مكان هو بيروحه، تيكت بقى بيجهزه له، معسكر اقامه، الفندق، الاقامه، كل ما هو كبير وصغير بيجهزه كابتن سمير عدلي على احسن ما يكون. ان شاء الله مباراه الذهاب تكون يوم الجمعه اللي جاي يوم 14 باذن الله، ومباراه العوده احد ايام 21 و22 من الشهر ذاته. ايضا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بينسق مع السفاره المصريه في اثيوبيا هذه المباراه وكافه الامور المتعلقه بهذه المباراه ورحله اثيوبيا استعدادا لمواجهه جيم الاثيوبي احد يومي زي ما قلت لحضراتكم 21 و22. مشكله اثيوبيا بس ان هي عاليه قوي عن سطح البحر، عشان كده فعلا الاكسجين بيبقى قليل قوي، يعني انت لما تيجي تتنفس مش هتتنفس عادي. سافرنا قبل كده كذا مره في اثيوبيا، الموضوع صعب جدا انت تتنفس اكسجين يعني. فلكن طبعا لعيبه الاهلي تعودوا على مثل هذه السفريات وتعودوا على الجو الاثيوبي كمان، ان شاء الله يكونوا عند حسن ظننا. اول مباريات افريقيا كلنا خلاص بقى عايزين، خلاص ان شاء الله ان شاء الله البطوله دي ان شاء الله باذن الله ما تروحش من النادي الاهلي. ايضا محمد يوسف بيوضح دوافع الاهلي امام طلائع الجيش. محمد يوسف المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي قال ان التعديل اللي طرأ على الجهاز الفني طلائع الجيش خلال هذه المباراه هيزيد من دوافع وحماس اللاعبين قبل مواجهة اليوم. احنا حظنا ان احنا بنقابل فرق جهاز الفني متغير، يعني قابلنا قبل كده المقاولين كان مع عماد النحاس كان ماشي كويس قوي، كان ماسك الفريق من حوالي 4 مباريات أو 3 مباريات. بعد كده قابلت بتروجيت كان معاه مؤمن سليمان برضو جهاز فني جديد، الاجهزه الفنيه الجديده بتدي اللعيبه دوافع كبيره جدا ان هو عايز يبقى يطلع كل حاجه عنده عشان يرضي مدير الفني بتاعه، فبتيجي طبعا في وشك انت كنادي اهلي، لكن انت متعود على مثل هذه المواجهات. انا حمادك كابتن حماده صدقي برضو نفس الكلام، قابلته وهو مغير جهاز الفني لفريق الجونه. كابتن حماده صدقي كانت اول مباراه، واكيد طبعا اول مباراه للمدير الفني كمان قدام النادي الاهلي، عايز يثبت فيها ان هو كان محل اختيار صحيح من مجلس إدارة النادي اللي هو بيرشحه كمدير فني. حاجة طبعا مش هتأثر عليك قوي، لكن لازم نحطها في الحسبان ان انت بتقابل فريق بجهاز فني جديد عنده دوافع مختلفة، زي ما بيقول محمد يوسف ان طلائع الجيش عنده مدير فني جديد اكيد برضه هيكون اول مباراة قدام نثبت للجميع ان هو مدير فني كفء، لكن الاهلي متعود دايما وما بيبصش للحاجات دي قوي يعني. لكن محمد بيقول من ضمن الاسباب اللي هتزود صعوبة المباراة هو تواجد جهاز فني جديد لنادي طلائع الجيش، لكن قال دوافع الاهلي اقوى زي ما احنا متعودين من اجل استمرار حصد النقاط في بطوله الدوري العام والاقتراب خطوه بخطوه نحو استعاده مكانه الفريق في جدول المسابقه. يوسف اوضح كمان للاعبين انه يحترم جميع فرق الدوري بشكل عام وفريق الطلائع بشكل خاص قبل هذه المواجهه. محمد يوسف شدد ان الاهلي امامه تحدي كبير من خلال المؤجلات ويسعى لحصد الثلاث نقاط في كل مباراه، زي ما اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده مباريات كؤوس، وخلاص اكيد قال للعيبه ان احنا مش هنفرط في اي نقطه بعد كده من نقاط المباراه. مش كلام، مش كلام طبعا، اكيد بالتمرين وبالاصرار وبروح الاهلي لها الماتشين اللي فاتوا. محمد يوسف كمان بيمنح اللاعبين الغائبين عن لقاء الطلائع راحه من المران. محمد يوسف المدير الفني منح اللاعبين الغائبين عن مواجهة طلائع الجيش راحة من التدريبات اليوم على أن ينتظموا غدا في مران الفريق، خلاص مفيش مجالات للراحة، خدوا راحة اللعيبة اللي هي بتبقى مستبعدة من المباريات واللعيبة المصابة بيبقى عليهم حمل تدريبي كبير قوي عشان يقدروا يعوضوا لياقة المباريات. فعشان كده محمد يوسف فضل أن هو يريحهم النهاردة طبعا مع اللعيبة المصابة. لما تسمع اللعيبة المصابة تتخض، لما اقرا لكم قائمة اللعيبة المصابين تتخض، تحس ان هي قائمة الافريقية مثلا، لعيبة راحت تلعب في كأس عالم للأندية، حاجة بصراحة تخض يعني، لكن الحمد لله موجودين يسدوا ان شاء الله. والاهلي يحدد موعد مشاركة معلول والشناوي في التدريبات الجماعية، 2 من المستشفى، ان شاء الله يرجعوا بسرعة. الدكتور اشرف بيقول ان اللعيبة قدامهم اسبوع، اسبوع ان شاء الله يكونوا قبل كده كمان، مهم يرجعوا سلام جدا. نعرف سبب الاصابات اللي دايما بتكلم عليه، سبب الاصابات، سبب الاصابات اهم من العلاج. ان شاء الله بيقول ان هو قدامهم اسبوع ويرجعوا في المران الجماعي مع الفريق. ماشي.
والاهلي يرفض الراحه زي ما بتكلم مع حضراتكم استعداد لمواجهه جيما الاثيوبي، مباراه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه في البطوله الافريقيه يعني. والغريب جدا يا جماعه، الغريب جدا ان انت بتلعب في بطوله افريقيه كل سنه وبتوصل للنهائي بتاعها كل سنه، حتى لو ما بتاخدش النهائي، ساعات بتاخد النهائي وساعات يعني بيبقى في ظروف خارجيه زي ما بنشوف كده. الغريب جدا انت بتلاقي حد ما بتاخدش افريقيا اساسا وبيتكلم عليك، حاجه غريبه جدا فعلا. بس ماشي، هو دايما البطل معرض يعني للكلام اللي هو اللي بنسمعه وبتشوفوه ده. الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بيؤدي ميرانو صباح غدا بدون راحه استعدادا لضربه البدايه زي ما قلت لحضراتكم في دوري ابطال افريقيا امام جيما الاثيوبي في المباراه التي ستقام ان شاء الله يوم الجمعه 14 ديسمبر الجاري في ذهاب دور ال 32. عفوا. مباراه الذهاب هتكون في مصر باذن الله زي ما قلت لحضراتكم، ومباراه العوده في اثيوبيا احد ايام 21 و22 اللي الكابتن سمير عدلي عايز يعرف يوم ايه بالظبط عشان يسافر زي ما قلت لحضراتكم قبلها ب 24 ساعه عشان يجهز كل ما هو متوقع في خلال هذه الرحله الصعبه جدا. دي كانت اخبار النادي الاهلي.